خامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. إن هي كلمة لون تب أمو إن ركن سين الإيمان أمو نا إن الإيمان ها أدلو مهولي أي بمرت سيابا أدلو مهولي. نعم الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بكل ما يكون بعد الموت ومن الإيمان باليوم الآخر. إن بقتاو لون يوم الآخر إن يرينا لنكم شاؤون أن نجوماتو بقوبوسين كماتاي بقوبوسين دوماتو بقوبوسين كماتاي تسأل في قبرك عن الأصول الثلاثة نا بقوبوس بأسين بعسوون كلام سين بعوبولان موسين تو بعسوون البعث بعد الموت نا بقوبوس أمو إن بوي أنك بقوبوسين كماتاي الجنة النار إن جنة يبان سين نبينار كجهنم الحساب يوم القيامة أمون مجهساب كاوت إتوان كإتون إتوني ما خينا مها أدلو قيامة كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر والله أعلم كتان سين جمتو أمو إن بقوبوسين كماتاي أتوا تومين دو بقوبوسين كماتاي جمتو إن يريني بمرات سيهون سيا بقتاهون يوم الآخر أدلو مهولي